تابعينا في السعودية مساء الخير. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة، درجات الحرارة كانت أعلى من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. توقع أن تستمر هذه الأجواء خلال يوم غد بإذن الله. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، يسود الطقس مستقر صافي بشكل عام، 13 درجة مئوية، الملموسة 12، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة أسرع. تفاصيل حال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس صافي بشكل عام، سكاكا 25-13، تبوك 26-12، وعرعر 21-11 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 31-18، جدة 31-22، مكة المكرمة 33-22، والطائف 25-13 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19-11، أبها 21-9، وجازان 29-24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 27-13، حفر الباطن 23-11، والإحساء 27-12 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 27-14، بريدة 25-11، وحائل 24-13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.